مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم من معرض الأهرام العقاري في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لقاءات خاصة مع شركات هامة. نتمنى لكم اليوم معنا مشاهدة ممتعة. معنا الأستاذ سامح السعودي، نائب رئيس فرع مصر الجديدة من شركة ميرسيليا. أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بك. تحكي لنا بشكل عام نبذة عن الشركة وعن مشاركتكم بالمعرض، وكيف الإقبال على المعرض في يومه الأول؟ إحنا مجموعة شركات مرسيليا، إحنا عبارة عن مجموعة شركات بعض الشركات المتحدة مع بعضها. عندنا الحمد لله بقالنا في السوق تقريبا 15 سنة، عاملين في ال 15 سنة دولت 14 مشروع. الحمد لله تم تسليم اكتر من حوالي 12 مشروع من ال 14، في لسه منهم مشروعين الحمد لله سلمنا منهم مرحله، والمشروع الثاني بنسلم المرحله الثانيه بتاعته. مشاريعنا الحمد لله كلها متجهه في قصه الاستثمار السياحي او الاماكن السياحيه، سواء اذا كان في الساحل الشمالي او في مطروح او في العين السخنه او في اسكندريه. اسكندريه واخده وضع مختلف شويه، ان احنا واخدين فيها حاجات ملي للخدمات السياحيه بالاضافه للفكر السكني. ما هي أهم المشاريع التي تم طرحها من خلال معرض الأهرام العقاري اليوم؟ إحنا النهاردة بنعرض أربع مشاريع للشركة. إحنا بنعرض مارسيليا بيتش فور سيدي عبد الرحمن، وبنعرض مارسيليا حياة أليكس بارك دي في قلب اسكندرية، وبنعرض مارسيليا عالم الروم دي في مطروح في التوجه الجديد اللي موجود للدولة، على أساس إن إحنا بنواكب أو من اسمنا إن إحنا مطور عقاري. وعندنا مارسيليا لاند العالمين دي بتتعمل برضو في المحافظة الجديدة اللي بتطرحها الحكومة وبتطرحها الدولة في قلب مدينة العالمين نفسها. طبعا رح نحكي عن كل مشروع بالتفصيل، ولكن هل هذه قبل أن نتحدث عن المشاريع تفصيليا، بس كان عندي سؤال، هي أول مرة أنتم بتشاركوا في معرض الأهرام العقاري؟ لا 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 لا، إحنا على طول معرض الأهرام العقاري سواء في مصر أو برا مصر إحنا على طول متواجدين فيه، بحكم ان احنا يعني الحمد لله تواجدنا او اسمنا موجود على طول في فكره المعارض، فكره الكلام الموجوده. يمكن بره مصر نزلنا مصر بس تقريبا ده ثالث مره او رابع مره موجودين بس في مصر، انما كانت مشاريعنا كلها ومعارضنا كلها بتبقى بره مصر مع العقاري برضه. الفئه المستقطبه او المستهدفه لمشاريعكم، ما هي الفئه المستقطبه المستهدفه لمشاريعكم؟ احنا لو قلناها فئات على اساس الفكر السوقي او فكر كلمه السوق، احنا بنتارجت البي والبي بلس والاي. العميل بتاعنا هو عميل بيفكر في حاجه سياحيه بعد كل ملتزماته الاساسيه من المسكن الاساسي، التعليم، حياته الاجتماعيه كلها. فكر السياحي هو فكر ترفيهي شويه، فكر مختلف شويه عن فكره ان انا اخد حاجه سكنيه. فبالتالي العميل بتاعنا يعني مستوى المالي او المستوى الاجتماعي بتاعه بيبقى عالي شويه. يعني
يعني انتم عم تلبوا كل متطلبات الفئات المجتمعيه تقريبا. بالظبط تقريبا، يمكن حتى كمان بننزل كده كمان في الشرايح للمجتمعات في المشاريع اللي احنا بنعملها في القطب الجنوبي، في المكان الجنوبي للساحل الشمالي او الطريق الجنوبي او شمالي الطريق زي ما الناس بتقول. احنا كنا اول شركه في مصر تقريبا بنبني شمال الطريق في الساحل. ساعتها قالوا ان احنا ناس مجانين وان احنا ناس بنعمل حاجه مش موجوده، ازاي الناس موجوده على البحر وانتوا اراضي موجوده على البحر وانتوا رايحين تبنوا شمال الطريق؟ انما هي كانت فكر ان في يوم من الايام الظهير اللي على البحر هيخلص، فلازم يبقى فيه بديل، لازم يبقى فيه مطور عقاري زي مرسيليا الناس تبدا تشتغل وراه. وده كان الموضوع، ان احنا عملنا منتجع مرسيليا 1 ومنتجع مرسيليا 2 في 79 وكيلو 70. بعديها كان كل الناس تقريبا بتشتغل على شمال الطريق. يعني مثل ما قالوا جنون فنون. ده أكيد. طب حضرتك هلأ بدنا نحكي بشكل مفصل عن المشاريع، شو رأيك نبلش من هون مشروع اللي قدامنا؟ عندنا ده مشروع اسمه مرسيليا لاند العالمين، ده في كيلو 107 قدام بوابة مارينا 7. تمام. المشروع ده اوريدي هو قائم بالكامل، معمول منه مرحلة أولى ومرحلة تانية. احنا النهاردة بنطرح المرحلة الثالثة في المشروع. فكرة المشروع ان احنا او فكرنا في طرح المرحلة الثالثة هي فكرة محافظة العالمين الجديدة اللي بتتوجه لها المحافظة الحكومة، في ان احنا دلوقتي طرحنا مرحلة الثالثة استثماريا بشكل مختلف. خدمات شمال الطريق او خدمات مرسيليا لاند تعتبر من اعلى الخدمات اللي موجودة في منطقة الساحل. يكفي ان هو في تقريبا الاكوا بارك الوحيدة اللي موجودة في الساحل الشمالي. مساحته تقريبا بنتكلم دلوقتي مع ضمن المرحله الثالثه اللي احنا بنضيفها ليها، هي مساحته تقريبا معديه ال 42 فدان. القيمه الماليه للمشروع، اسعار المشروع عندنا بتبدا من اول 480 الف جنيه، ودي الشريحه اللي احنا بنخاطب بيها، الشريحه المتوسطه تقريبا 480 الف جنيه بمقدم 16% وبنقسط الباقي على 5 سنوات وبنسلم سوبر لوكس، ودي مشاريعنا تقريبا كلها بالكامل بتسلم الشطابه. تاريخ التسليم احنا هنسلم ان شاء الله في بدايه 2019 مرحله ثالثه، انما اوريدي المشروع مرحله اولى وثانيه هو قائم بالفعل. شو رايك ننتقل للمشروع اللي بعده؟ شو كان اسم المشروع اللي بعده اللي الثاني؟ مرسيليا عالم الروم، وده برضو داخل ضمن التوجه اللي موجود في تطوير محافظه مطروح، الطرق اللي بتتعمل لها، الخدمات اللي رايحه لها من ناحيه الحكومه. احنا دلوقتي عندنا في مطروح شاليهات استلام فوري وكمان بنقسطها على 4 سنين، يعني احنا بنسلم استلام فوري بمقدم 25% من ثمن اليونت، بنقسطها كمان على 4 سنين بنفس السعر بتاعنا، اسعارها تقريبا بتبدا من 430 الف جنيه. عندي سؤال، عندي فضول اسال سؤال. لاحظت نحن طبعا يعني مواكبين المعارض العقاريه والاستثمارات العقاريه والمال والاعمال في القاهره، يعني بمصر عامه. اول شيء لاحظنا انه كثير في معارض عقاريه، استثمارات عقاريه تقام يعني ورا بعضها. ورا بعضها. السؤال هون لاحظت انا انه كل المشاريع معظمها في الساحل الشمالي او في المناطق اللي هي في اتجاه الساحل. السبب، الهدف من المشاريع الضخمه التي تقام هناك؟ والله بصي، هي فكره الساحل او فكره الاماكن الساحليه عامه هي فكر سياحي مختلف شويه، بنتكلم فيه عن الحاجه الترفيهيه للعميل او ساكن القاهره او سكان او سكان القاهره او سكان مصر عامه بيبداوا يتوجهوا بيروحوا للحته بتاعه الراحه الاجازه. ضغط الشغل، ضغط الحاجات، ضغط المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيخليني اروح للكلام ده. بروح له برضو، خد بالي ان احنا برضو بنروح له بعد طبعا اشباع كل الخدمات الاجتماعيه اللي خاصه بيا الاساسيه، مسكن، اكل، شرب، تعليم. ببدا افكر في الحاجات الترفيهيه في الساحل. المطروح كتير جدا 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 في الساحل، في المناطق الساحليه عامه، ولكن هي الفكره كلها انا مرسيليا. العميل اللي بيروح يتفرج على مشروعي بيعدي على 6 مشاريع قبل كده، فالثقه عنده موضوع تاني مختلف. برجع بقول لك عن قصة الساحل وسواحل الساحل الشمالي والأماكن هاي سياحية، معناتها فينا نقول برأيك إنه السياحة في مصر عامة عم تنتعش من جديد؟ والله يمكن إحنا بنتكلم عن المواطن الداخلي، بنتكلم عن السياحة الداخلية بتاعتنا إحنا بفكرنا السياحي. أتمنى إن السياحة الخارجية برضو تبقى موجودة، تبقى متواجدة بشكل أفضل من دلوقتي. بتفرق معانا كتير جدا، بتفرق مع الفكر الاقتصادي، مع المستوى الاقتصادي للدوله، بتفرق معانا في كل حاجه طبعا طبعا، ولكن هي مش زي الاول. استاذ سامح، هل عندكم استثمارات عقاريه خارج مصر؟ لا، خارج مصر لا. يمكن احنا مشاريعنا كلها موجوده في منطقه السواحل بس، سواء كان البحر الاحمر او البحر المتوسط، بعد كده اسكندريه،
بس يعني مشاريعنا ما عندناش حاجة في القاهرة، ما شغلناش حاجة في القاهرة وما شغلناش حاجة برا مصر. هل هناك مشاريع مستقبلية قريبة؟ في مفاجأة جامدة جدا الفترة اللي جاية، يمكن ما حدش ممكن يتوقع ان ممكن نعمل حاجة على البحر في قلب اسكندرية. انت عم تفاجئنا اليوم كتير، شو هالمفاجأة؟ عندنا مشروع قريب جدا جدا هيتطرح ان شاء الله، ده في قلب اسكندرية، في قلب كورنيش اسكندرية، على كورنيش اسكندرية على البحر مباشرة. دي هتبقى مفاجأة مارسيليا الفترة اللي جاية ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحت أمرك. الأستاذ أحمد عبد العزيز مدير التسويق في شركة تزميل العقارية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ أول شيء بتحكي لي عن مشاركتكم بالمعرض اليوم. تمام، إحنا كمجموعة تزميل العقارية بنشارك النهاردة إن شاء الله في معرض الأهرام العقاري علشان نقدم للسوق المصري مجموعة من المشاريع المميزة لينا، ومن ضمنها سواء مشروع سلة نبي أو سواء المشروع الصرح أو المشروع الجديد بتاعنا بتاع البيت الوطن إن شاء الله. بنقدم للسوق المصري مجموعة من العروض المميزة جدا 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 داخل معرض الأهرام النهاردة إن شاء الله. هي أول مشاركة لحضرتكم في هذا المعرض اللي هو معرض الأهرام العقاري؟ لا، هي مش أول مشاركة طبعا، احنا يعني دائمين المشاركة في معرض الأهرام العقاري، كان لنا يعني لقاء في شهر 5 وفي شهر أغسطس النهاردة، واحنا سنويا بنشارك في معرض الأهرام العقاري لأنه من أكبر المعارض حقيقة سوق الاستثمار العقاري في مصر يعني. كونه أول يوم، كيف شفت أو ما هو رأيك أو رؤيتك لاستقطاب المعرض للوافدين الزوار يعني للمعرض؟ والله هو النهاردة الدنيا ممكن تكون يعني هادية إلى حد ما، بس ممكن علشان النهاردة الخميس، إحنا بكرة الجمعة يوم أجازة رسمي في مصر يعني، فبنتوقع إن الترافيك يكون أعلى من كده ونسبة الزيارات تكون أفضل من كده، ويعني ربنا يسهل. أهم المشاريع التي تم طرحها من شركة أزميل من خلال معرض الأهرام العقاري اليوم ما هو؟ إحنا طبعاً عندنا مجموعة من أهم المشاريع اللي بنقدمها، عندنا زي ما قلت لحضرتك مشروع سلة نبي، ده في الغردقة على مساحة 70,000 متر، ده يعني كومباوند سياحي متكامل الخدمات، زائد إن إحنا عندنا مشروع في التجمع وهو ميني كومباوند الصرح برضو متكامل الخدمات، وعندنا مشاريع أخرى داخل التجمع، وفي مشروع جديد دلوقتي بنقدمه لأول مرة للسوق المصري، وده يعني أول مرة ننزله النهاردة، وهو مشروع بيت الوطن. حضرتك حكيت عن مجموعة مشاريع، هل بتحب تقلنا قيمة كل مشروع، قيمة المالية لكل مشروع منهم لحاله، أو ممكن تقلنا القيمة المالية لجميع المشاريع اللي حضرتك حكيت عنها هلا بشكل مختصر؟ يعني 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 بدون قيمة محددة، احنا بنتكلم في افريج استثمار لمجموعة أزميل عقارية تقريبا 600 مليون في السوق العقاري المصري يعني، ويعني بنحاول ان شاء الله ان احنا نفتح اسواق جديده ويكون الدنيا ماشيه بشكل مناسب ان شاء الله. هل هذه المشاريع التي تكلمت عنها الان قيد الانشاء حاليا؟ موجود بالفعل حاجات، احنا سلمنا من فتره اقل من شهر 10 مشاريع، عملنا احتفاليه مناسبه وجبنا فيها العملاء الخاصين بينا، فاحنا عندنا حاجات بالفعل تم التسليم، عندنا حاجات تحت الانشاء، عندنا حاجات دلوقتي حضرتك يعني مشروع سلة نبي قائم، وممكن اي عميل يروح دلوقتي هيلاقي قائم بالفعل ويقدر يشوف الوحدات الخاصه بيه ان شاء الله. أهلا وسهلا فيك وشكرا كتير لحضرتك. شكرا.
محمد علاء من شركة بيتا ايجيبت مدير التسويق، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. اول شيء بتحكي لي عن مشاركتكم بمعرض الاهرام العقاري اليوم؟ احنا الحمد لله تقريبا كل سنه بننزل معرض العقاري ده من تقريبا 15 سنه، الشركه من سنه 93 تاسست يعني، بس احنا يعني تقريبا 15 سنه مع العقاري كل سنه بنتواجد فيه يعني. كيف لقيت اقبال الناس على المعرض اليوم كونه اول يوم بالمعرض؟ اول يوم النهارده يعني هو في ماتش الاهلي، فواضح انه مؤثر يعني في العدد الزيارات. كله عم بيشوف الماتش قصدك؟ يعني هو الصبح كان فيه شويه لحد الساعه 5 كده 6، وبعد كده تقريبا بقى الماتش يعني اكيد خد مساحه تركيز من كل الناس يعني، حتى الناس اللي هنا والناس اللي اكيد كله ناس عايز تعرف ماتش الاهلي كده وكاس وبتاع، ف واخد العالم مشغول اليوم بالمباراه. انا لو كنت بعرف يمكن كنت رحت هلا شفتها. استاذ محمد بدي تحكي لي نبذه عن الشركه وعن الشركه وعن اهم المشاريع اللي تم تسليمها بالفتره اللي قبل معرض الاهرام اليوم. تمام. والله الشركه تاسست سنه 93 مهندس علاء فكري. احنا حاليا سلمنا للعملاء اربع مشاريع كومباوندز، منهم اثنين في مدينه العبور واثنين في 6 اكتوبر، منهم مشروع الرابع اللي هو جولف ريزيدنس، واخد من افضل 3 مشاريع 2015 في سيتي سكيب اووردز، هو وكان معاه اب تاون كايرو وكان معاه ويست تاون سوديك. اهم المشاريع التي تم طرحها ويتم طرحها خلال معرض الاهرام العقاري اليوم ما هي؟ هي مشروع بيتا جرينز، وده ده مشروع بيتا جرينز في 6 اكتوبر. احكي لنا عنه. واجهته تختلف عن اللي فات لان ده واجهته مودرن، ده ارضي وخمسه، في جراجات تحت الارض في البيزمنت، الاسانسير بيوصل لغايه الجراج، في اتنين فدان في النص مساحه خضراء، في تراك جري ومشي، في بحيره نافوره يعني بس نافوره بشكل فيها ميول عشان يعمل صوت الميه حتى لو غير النافوره ما تبقاش شغاله، اوبن جيم مكان لعب كيدز اريا للاطفال، اماكن باربيكيو واماكن الناس تقعد تقرا وكده يعني. مساحه المشروع؟ مساحه المشروع ده 20 فدان، جزء من لا يتجزا من الباقي لان احنا قبليه في 45 فدان، في منهم اللي هو مشروع جولف ريزيدنس، وفي منهم بعد كده مشروع بيتا جاردنز اللي هم الثلاث مشاريع اللي في 6 اكتوبر. طبعا تم تسليم المشروع الان؟ ده حاليا تحت الانشاء، هو يعني احنا وصلنا تنفيذ فيه 70% من المشروع. اوكي. تاريخ تسليم ان شاء الله؟ المشروع كله 2018 ان شاء الله. انا يعني شفت اكثر من معرض عقاري اقيم في القاهره، عم بحكي عن القاهره، فانا ما بعرف يمكن بمصر كلها عم يقام بعض المعارض انا ما سمعت عنها، ولكن في القاهره تحديدا اكثر من معارض من المعارض العقاريه كانت متواجده ب ارض المعارض هون. برأيك هالمعارض العقارية عم بتساعد المشتركين في المعارض ببيع أو استثماراتهم من خلال المعارض؟ يعني المعرض هل عم بيفيد المستثمرين؟ طبعا بيفيد طبعا، لأن هو جزء من سلسلة الحملة التسويقية، لأن ده في حاجة اسمها دايركت سيلز، بيبقى فيه إن أنت قاعد فيس تو فيس مع العميل، غير إنك بتعمل إعلان تلفزيون، غير إنك بتعمل إعلان أوت دور، ده بتبقى وسيله انك بتقربي مكان وسيط، مكان في النص يقدر يجيب العميل ويقدر يجيب الديفلوبر، يبقى موجود ويبقى مكان يبقى فيه فيس تو فيس، وده من الحاجات اللي يعني برايك المعارض عم تخدم طبعا طبعا بتخدم، بس هي اهم حاجه ان المنظم يخدم بقى المطورين. كيف شفت انت كاول يوم؟ هل تعاقدتم مع عملاء من خلال المعرض؟ الحمد لله. تعاقدتم اليوم مع عملاء؟ الحمد لله. كم القيمة المالية؟ لا يعني ده أرقام أنا مش حافظها، بتبقى يعني هو الحمد لله كان في كذا عميل وطلعوا على المكتب، احنا مكتبنا هنا قريب كمان، فطلعوا على المكتب يدفعوا الفلوس ويحجزوا. مشاريع مستقبلية قريبة إن شاء الله، هل هناك مشاريع؟ طبعا أكيد، احنا مش آخر مشروع يعني، إن شاء الله في مشاريع تانية، في احنا فعليا ورسمي يعني قدمنا ورقنا في هيئه التنميه الصحيه على 200 فدان في راس سدر، ده رسمي، غير كده في طبعا يعني مفاوضات على اراضي في القاهره الجديده وفي الساحل.
وين بتشوف أكثر المناطق المستهدفة من قبل المستثمرين بمصر؟ رايحة طبعاً القاهرة الجديدة بشكل كبير يعني. هي رقم واحد يعني في الطلب يعني. عندكم استثمارات خارج مصر؟ لا والله لسه ما حصلش نصيب. اتوقع يعني كده. هل هناك نية؟ اتوقع في تغيير استراتيجية الشركة الجاية يعني، لان احنا دلوقتي كمان الشركة ليها مجلس ادارة 9 افراد، 9 افراد دكاترة في الجامعة واصحاب شركات مختلفة يعني. احنا معانا دكتور احمد طاهر استشاري تسويق، ومعانا استاذ مدحت مدني في الاتش ار، ومعانا استاذ كمال الفريد في المالية، معانا يعني دكتور جودة في الهندسية، اسامي كلها يعني ناس كبيره يعني. ومفروض في رؤيه جديده هتنزل واستراتيجيه جديده هتتعمل للشركه. شو اللي بتقدموه انتم للعميل كشركه يعني بيميزكم عن غيركم وبتستقطبوه اكثر من الشركات الموجوده بالمعرض؟ احنا في حاجات بتميزنا ده، مش هقول ان انا بتكلم عن نفسي، او احنا بنعمل ريسيرش طبعا مع ايبسوس ومع تي ان اس، بس ايبسوس هو في احدث ريسيرشاته يعني معاه، وكان مطلع ان اكتر حاجه بتميزنا في وسط الشركات السمعه، الجوده، وان احنا الحتتين دول التزام، بيدي ان على طول ان احنا ملتزمين. والحقيقه زي ما كنت بقوله ان احنا كنا بنسلم قبل ميعادنا من 3 ل 6 شهور، ده بيثبته كمان تقرير ايبسوس يعني، قصدي حاجه بره خالص. كم بدك تحكي لنا عن انجاز الانشاءات؟ احنا هو ده جرافيكس دلوقتي، لا ده جرافيكس. احنا بدأنا اعلان بيع رسمي في 1/5/2015. وضع الحجر الاساس كان اتعمل فيه، كان عن نفس اللي راح نشوفه بعد بالزبط شوية. بالظبط هيجيب حجر الاساس كان يوم 11/5، ونسبة الانجاز لحد شهر 7 وصلت لان احنا في واجهات خلاص بنخلص في تشطيبها، خلص خلاص الحجر اللي بيتركب، وبنتكلم ان احنا هنسلم كمان في اخر شهر اخر السنه دي ان شاء الله او بدايه السنه الجديده، وده قبل ما عدنا تقريبا ب5 اشهر. تاريخ ميلاد الشركه؟ مارس 93. واو، نحن بنحكي من 93، 23 سنه يعني. قد ايه كان عمرك وقتها؟ مش مشكله يعني، مش مهم. لا مش مهم. فيك تتذكر اكيد حاطين صوره تذكاريه لاول مشروع عملته الشركه صح؟ والله كل المشاريع حطيناها في الهيستوري بتاعنا، بس طبعا يعني في مشاريع كانت صغيره ما كناش يعني حطيناها، بس من اول المشاريع اللي هي بتاعت في مدينه العبور كله محطوط بصراحه، لان احنا في نسبه الريس، احنا عندنا معظم مبيعاتنا وورد اوف ماوس، الناس اللي اشترت مننا هي اللي تيجي تشتري تاني او بترشح ناس، فمن يعني نسبه الدعايه عندنا مش عاليه، لان احنا على ما بنفتح بيع بيبقى في نسبه كبيره اتباعت منها، الناس واثقه والثقه العاليه والسمعه هي دي اللي بتساعد بصراحه في البيع. يعني عن جد انه 23 سنه انه شركه صار لها تاسست، يعني شو عملتوا؟ كيف قدرتوا تسيطروا على السوق؟ ويعني طورتوا بطريقه يعني ما شاء الله، يعني انا يعني بحس انه كانه اي شركه بدها تفتح جديد لازم تيجي تعمل كورس عندكم صح؟ لا والله احنا واخدين ترند يعني بشكل مختلف، احنا الناس هو السوق كله بيمشي بشكل بيبدا يسلم من 3 أو 4 سنين، احنا كانت الرؤيه ان احنا مش هنقدر نشتغل بالسيستم ده، احنا بنسلم بدري ونخلص بدري. We'll be right back.
حسين فرحات مدير مبيعات معمار المرشدي، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا معاك النهارده وهناخد جوله جميله جدا عندكم في خلال المعرض. شرفتونا في معمار المرشدي، اهلا بيك. ممكن دي نبذه بس الاول عن معمار المرشدي؟ احنا مجموعه معمار المرشدي، مجموعه دجله الاستثمار العقاري. احنا بقى لنا حوالي 37 سنه في السوق المصريه. عندنا اكبر مشاريع في قريه المعادي والقطاميه، وعندنا مدينه نصر. عندنا مشروعين في مدينه نصر لسه فاتحينهم جديد، مشروع دجله لاند مارك وده مشروع دجله تاور. دول دجله تاور ما عادش معانا بالظبط شهر وكانت سوا، وعملنا اللونشنج في دجله لاند مارك. تمام. في مدينه نصر عندنا حاجات في قريه اكتوبر، مشروع اللي هي اسكان الشباب، دجله بالمز ودجله جاردنز، برضو جاردنز خلصان واستلم بالفعل. وعندي دجله تاورز، دجله بالمز شبه خلصانه برضه. فاحنا تقريبا مخلصين حاجات كتير ما شاء الله. تعتبر خلصانه، وعندي حاجات كتيرة بقى في قريه المعادي والقطاميه. طب احنا لو حابين بقى من حضرتك بقى ناخد فكره وتشرح لنا. ده مشروع بفاريا تاون، ده على الطريق الدائري مباشرةً عند بي ام. تمام. المشروع عباره عن 15 فدان، واجهته اداري زي ما حضرتك شايفه كده الكونسبت، واجهات كارتن وول، والباك كله سكني. مساحه بقى عندنا مختلفه بتبدا من 107 متر لحد 230 متر. من 107 لحد 230. لحد 230. طيب. على الواجهه في حاجات ستارت من 450 متر، ده اداري. دي حاجات اداري للشركات وبتاع، وعندنا مجموعه شركات، واحنا برضو الهيد اوفيس بتاعنا الرئيسي بيكون هنا في بفاريا تاون. عايزين نعرف النظام المتر بكام هنا في المشروع ده؟ المتر بيبدا ستارتنج من 7 200 7300 لحد 7.5 حسب اللوكيشن. تمام. وفي حاجات ثانيه ب 8 الاداري مثلا او 8.5، والتقسيط فيه انستلمنت على سنتين وزاوت انترست، وممكن تقسطي لحد 5 سنين لو حابه تعملي تقسيط يعني. ندخل على المشروع تاني. مشروع كريستال بلازا ده بقى المشروع ده شويه مختلف، وعاملينه بكونسبت مختلف. احنا عاملين الديزاين بتاعه فان كارتر ستوديو، ده مكتب في امستردام. تمام. زي ما حضرتك هو اتنين سيكشن. تمام. مبنى منفصل سكني، في متقسم من جوه السبع سكيشن، والمبنى الاداري اللي هو الست ادوار دول. تمام. ده اداري منفصل. فوق في كوبري، اكبر كوبري معلق هيكون في مصر، هيكون نقله كريستال بلازا، ان انت عامله حاجات على الهواء طايره في الهواء. تمام. ودي احنا عملناها قبل كده في مشروع عندنا في دجله فيو، بس هو هنا بيبقى على الفرونت، عملناها في الباك في دجله فيو بس هنا على الفرونت. برضه مساحاته مختلفه. تمام. بتبدا من 7200. تمام. ما لحد كله هو سعر واحد. الاداري ما فتحناش فيه البيع، انما السكني كله مفتوح فيه البيع، وشبه برضه خلصان مبيعات يعني وحدات بسيطه. الاسعار ايه دي؟ مساحات بتبدا 7200، مساحات بتبدا من 70 متر لفيلا 300 متر. اوكي. دجله فيو. دجله فيو ده قائم واستلام فوري، ده اللي فيه احنا عندنا. ده مبنى اداري منفصل، اتاتش منه في مبنى سكني، وكل الفاسيلتيز بقى في بول. احنا مشاريعنا يعني عاملين كونسبت مختلف في المشاريع، الواجهات الكلادينج والكارتن وول اللي حضرتك شايفاها دي. تمام. معظمها هتلاقيها في المشاريع بتاعتنا بالشكل دوت. الجزء الاداري ده المبنى الاداري، مبنى منفصل 11 دور اداري، مساحه الدور بتعمل حوالي 1000 متر تقريبا، 1150 متر. تمام. لا ممكن نقسمها لحسب يعني الريكوست بتاع العميل وحسب طلب العميل. تمام. والاسعار بتاعتها؟ الاسعار فيها برضو بتتكلمي في حوالي 7 7200. الراوند فيجر من ستارتنج من 7 في المشاريع، وانستولمنت برضه لحد 5 سنين. ممكن ندي سنتين وزود انترست، وممكن ندي لحد 5 سنين بانترست. ندخل على بعضه. ريحانه بلازا. ريحانه بلازا ده في زهراء المعادي، ده فرونت زهراء، ده في قلب زهراء المعادي على شارع زهراء المعادي، اتاتش في فودافون. تمام. و ثلاثة سيكشن برضه، سيكشن الاداري البومبي دوت، والثلاثة سيكشن سكني. تمام. المساحات بتبدا فيه من الاداري السكني من 107 متر، والاداري من 191 متر لحد بقى اكبر حاجه 114 متر. ممكن نعمل مارجن في شقتين زي ما احنا حابين يعني. المتر فيه برضو بيبدا من مثلا من 7.5، او كان يعني في الفتره اللي فاتت احنا عاملين بروموشن عليها دلوقتي يبقى 7.5. احنا العرض بتاعنا في الفتره دي عاملين ديسكاونت 10% في المعرض. في المعرض. في المعرض. على كل المشاريع معمار المرشدي، فالمتر دلوقتي عامل 7.5. بعد المعرض هيزيد حوالي 10%، هيزيد 750 جنيه كمان على المتر. فبتتكلمي في 8 و ندخل في وانا الطمية. وانا الطمية برضه مشروع من المشاريع الواجهة في الدائري، وهتبقى علامة في الدائري. تمام. لأن الأبراج السكنية هو كومباوند 25 فدان تو فيزز. تمام. دي واجهات إدارية، كارتن وول برضه زي الكونسيبت نفس كده اللي بنتكلم عليه، فان كارتر استوديو اللي عامل الديزاين بتاعه، الواجهات دايموند زي بشكل مختلف مش موجود كتير. تمام. ومساحه البنا فيها على مساحه 40%، والباقي كله لاند سكيب. المترو برضه ستارتنج في المعرض. تمام. بيبدا من 7.5.
في المعرض. كل الكلام ده كل ده اوبشن بره المعرض. بره المعرض بنتكلم المتر في 8250 واحنا طالعين، يعني هيزيد 10% على الاب. بس احنا عايزين نقول للمشاهدين ان معمار المرشدي يعني ديزاينات مش موجوده، الديزاين مش موجود، لان كمان في نقطه مهمه قوي ان احنا مش بنشتغل مع السترين من هنا، معظم السترين من بره. يعني فان كارتر ستوديو دوت هو عامل حاجات كتير قوي قوي في دبي، عامل حاجات في امستردام، والعميل نفسه بيبقى فاهم هو بيتعامل مع مين، وبيخش يعمل سيرشنج على فان كارتر ستوديو فيلاقي ان في ايمج مختلف هو رايح له. بيبقى في مشكله لما يبقى مبنى اداري وسكني في نفس الوقت. ما ده ليه مدخل سيبريت وده ليه سيبريت، انا ما بعملش بينهم الاثنين، يعني انت سيبريت اداري سيبريت سكني، يعني مش هيبقى في ترافيك معاكي، يعني انت اكنك عايشه في مبنى منفصل وليه مداخل خاصه، والاداري ليه مداخل ما بيعملش ترافيك عنده. ما بيتقابلوش مع بعض. ما بيتقابلوش مع بعض. احنا قبل ده احنا حاجه دي يعني اللوكيشن بتاعه اصلا لوحده يمكن بيبيع، لان ده فرونت وادي دجله مقابل وادي دجله في قلب زهراء المعادي، يمكن القطعه الوحيده. تمام، احنا معمار مرشدي عندنا بلاننج في الجزء او الماركتنج بتاعنا او الفكر المهندس محمد مرشدي، ان احنا عندنا تو لاين شغالين عليهم اللي هي التوسع الافقي والراسي. احنا عندنا حاجات بكونسبت الكومباوند زي وانا قطاميه او مشاريع ثانيه، وكونسبت الحاجات الكومبلكس. الكومبلكس اللي هي بتبقى اتاتشمنت ببعض عن بلوك واحد كذا سيكشن بسيكشن منفصل، وبيطلعوا لحد الاخر بحد 11 دور، وفي بنت هاوس او فيلا او روف. المبنى ده مختلف شويه لان هو في وش النادي مباشرةً، الواجهات كلها كلادين وكارتن وول. عاملين حاجه مختلفه قوي للعميل اللي مش ما عندوش عضويه في النادي، عاملين نادي فوق في الروف، في الروف بول، اثنين بول كبير، وعاملين ممشى ستورز، عاملين بيكنيك تيبلز، حاجات عادات اطفال، يعني عاملين اكتر من حاجه بحيث ان العميل اللي ما عندوش عضويه في النادي او العميل اللي بيبقى قاعد بره مصر ولا حاجه ومش ما عنده العضويه بيروح عامل الجزء الثاني ده يقدر يستغل الجزء النادي ده، يقدر يستمتع بالخدمات. تحت براند على طول، تحت براند كله، تحت كوميرشال براند نيم كله، حاجات يعني لما المساحات عندنا في هنا بتبدا من 73 متر استوديو لحد 194 متر، والواجهه تعتبر شبه خلصانه برضو كلها. يعني السعر المتر 9240، بنقدر ان احنا الناس كاونت في المعرض 10%، يعني تبقى 8400 تقريبا. طب احنا بنقدر يعني نوصل للناس ده ازاي؟ يعني التقسيط لما هم بيجوا يقسطوا يعني انا جايه لك دلوقتي عايزه اشتري من عندك وعايزه اقسط، اعرف اشرح لي الانظمه. انا عندي نظام سداد هنا بدي 3 سنين وزوت انترست، وممكن اوسط لحد 6 سنين بانترست. يعني انت بتدي مساحه للعميل وممكن اخد منه 5% في الاول، والباقي ممكن بقى الانستولمنت يبقى على 3 سنين حسب اختيار العميل ورابط العميل، ممكن ياخد 3 ممكن ياخد 5 ممكن ياخد 4 حسب العميل وهو محتاج ايه، هو محتاج ايه، محتاج تدخل دخله عامل ازاي. نقدر نقول حضرتك سبتني. انا سبتك معلش. نقدر نقول ان احنا بنوفر خدمات كتير جدا للعميل. نقدر نقول ان انتوا احنا المشاريع بتاعتنا كل مشروع السيرفيس لازم يكون كامله، بحيث ان العميل ما يقدرش يعني لو مش قادر يتحرك بره مش قادر يروح حاجه ابعد منه، يكون كل السيرفيس عنده في الاريا في المكان اللي هو موجود فيها. تمام، سواء بقى مثلا لو اتكلمنا على دجله لاند مارك، ده كان حاجه في مدينه نصر احنا مسمينه لاند مارك عشان يبقى يعني علامه مميزه في مدينه نصر. تمام، وهيبقى علامه، ده اكبر مبنى انشائي في الشرق الاوسط، هو عباره عن 17 برج كتله واحده انشائيا. تمام، بس برضو كل حاجه منفصله بمداخل خاصه بيها، هو ما فيهوش اداري سكني فقط، اريد فيه 3 بول او 4 بول داخلي، والسيرفيس كلها موجوده، بلس حته الروف برضو احنا عاملينها نفس اللي عاملينها في ريحانه افنيو عاملينها هنا في لاند مارك. تمام، المتر فيه بيبدا ستارتنج اوفر المعرض ستارتنج 5500 لحد 6.5، ده اوفر المعرض، بعد كده هيزيد 10% برضه لو احنا يعني بعد المعرض العميل جه. الاسعار كلها طبعا انت عارفه احنا عاملين بمناسبه المعرض اللي احنا داخلينه، وعاملين ديسكاونت للعميل 10% خصم ان شاء الله، يعني تعملوا تعاقدات في خلال المعرض كله. دجله تاور ده كان احد مشاريعنا بس خلص بالكامل، ما بقيش فيه عدد محدود، ده في شهر تقريبا خلص. تعالي اتفضلي. دجله تاورز ده قعد معانا بالظبط يمكن ماركتنج اسبوعين ماكسيموم اللي احنا كنا نازلين بيه، وكان برو في اريه مدينه نصر يعتبر جنب المشروع دجله لاند مارك، نفس الكونسبت، العمارات كلها منفصله، كوميرشال تحت، بول، نفس السيرفيس اللي موجوده في اي مشروع من مشاريعنا. تمام، موجوده في دجله تاور، وللاسف هو خلص ما فيش حاجات بسيطه فيه، يعني حاجات بسيطه. دجله بالمز دي صوره لايف حضرتك لو شايفاها، الصوره اللايف دي
دي في 6 اكتوبر تمام، والكومباوند على مساحه 500 فدان تمام، متقسمين لاربع فيزز. احنا الفيزز دي الصوره دي صوره لايف من الفيزز، من الحاجات اللي موجوده على ارض الواقع، وده شكل ومستوى العمارات. احنا عاملينه بمستوى مختلف شويه، عاملين الحاجه الاسكان الشباب بمستوى لكشري شويه مختلف، يعني مش عاملينها بمعنى زي ما بيقولوا كده شعبي، عاملينها حاجه ايمج مختلف، بحيث ان العميل اللي بياخد عندنا في دجله مثلا بولمز بيبقى حاسس ان هو يعني نقله ثانيه. اوكي المساحات كلها احنا مجبرين من وزاره الاسكان انها بتبقى 80 متر بس، شقه مختلفه، توزيعه مختلفه، تقسيم مختلفه، مول في 9 مول، مدارس انترناشونال جوه الكومباوند، في اكتر من حاجه جوه، والسيرفيس كلها موجوده في دجله بولمز، مستشفيات، مدارس، حضانات، حوالي 16 مول، كل السيرفيس موجوده، وحاجات خلاص الناس دلوقتي ابتدت تعيش في دجله بولمز. يعني نقدر نقول ان معمار المرشدي مش بتستهدف فئه معينه من الناس. احنا عندنا كل العملاء، الاي بلس، الاي موجود، البي موجود، البي بلس موجود، والسي موجود، والسي موجود. نناقش كل الفئات. احنا التارجت بتاعنا او السياسه اللي بنتبعها المهندس محمد مرشدي ان هو زي ما حضرتك قلتي كده، ان هو يتارجت كل الفئات، بحيث ان كله حتى الحد الستارتنج بيبدا حياته بدخله بسيط وبتاع يقدر يعمل الجزء بتاع اللي هي فكره ان هو ياخد شقه او يقدر يلاقي شقه بسهوله. عايزين نسمع مشروعات معمار المرشدي اللي جايه. والله احنا بلاننج عندنا بنتكلم فيها دلوقتي، احنا لسه الجزء الساحل ما اشتغلناش فيه، احنا كل الاريا في المعادي، وفي احنا في حاجه جديده ان شاء الله هتبقى في الساحل، وفي حاجه ان شاء الله ربنا يسهلها هتبقى في المعادي برضو. المعادي ان شاء الله احنا لسه بلاننج، بنعمل دراسات كده، والمهندس محمد كان بيدينا خطوط عروض عن الموضوع، بس لسه ما خدناش، يعني ما مشيناش في، احنا بنعمل الدراسات بتاعتها دلوقتي ان شاء الله. يعني نبقى معاكم في كل المشاريع. تشرف بيكي، واهلا بيكي، واهلا بيكي، وشرفتونا. بس عايزين اسالك رايك ايه في المعرض؟ احنا لسه ستارتنج المعرض كويس، احنا شايفين الترافيك الحمد لله رب العالمين في اول كام ساعه كويس، واحنا منتظرين اكتر ان شاء الله منكم. يعني ان شاء الله بالتوفيق. ميرسي جدا. ميرسي، شكرا، شرفت. وصلنا لنهاية هذا اليوم من معرض الأهرام العقاري، نتمنى أن نكون نقلنا الصورة كما تتمنون. نراكم عما قريب.